معاكم بالنواحي فنيه سريعه جدا وبعد كده نخش في شغلنا. النواحي الفنيه يعني مباراه فيوتشر شفتها ازاي ومباراه الاسماعيلي شفتوها حضراتكم ازاي؟ لا يعني هو مباراه فيوتشر طبعا جمهور الاهلي ويمكن البعض بيقول يعني ليه كده انتوا زعلانين عشان نقطه اللي هو فكره الاهلاويه كجمهور طماعين يعني. لكن الحقيقه هي نتاج برضو للكلام اللي قاله الكوتش يعني كولر لما قال انه الذهنيه لابد ان تتاثر ولا يمكن تكون صافيه رغم مقاومته لده طبعا هو وفريق العمل اللي معاه، لكن في الاخر برضو اللاعب مش هقول بشر كشماعه، لا النسب في ان هو يقدر يخرج بسرعه من الفرحه وكمان من اجازه العيد وكذا والذبح والصحيان بدري كله بقى توافق مع بعضه، وبالتالي هنا تحمل الرجل مسؤوليته لكنه ما هربش وما خلعش من الكلام في الكوره سواء مع المؤتمر او مع لاعبيه، انه احنا لابد ان نعود لصفاء الذهن الكروي، لابد ان احنا نخرج من حاله التباطؤ، الحاجات بقى اللي هو رصدها كمدير فني، وما اروع ان الكوتش يكون صادق بدرجه امتياز وانه يكون كمان عارف ايه اللي هيشتغل عليه الفتره اللي بعدها، وعلشان كده عرفت ان هو للمره الثانيه على التوالي، مره قبل ماتش الوداد وفي مران الامس ربما او النهارده، فكره ان اليوم بيعدي جغرافيا الساعه 12 بتخلي الواحد ايه بقى عامل، المهم يعني ان المحاضره وصلت ل 50 دقيقه، وهذا يعني اهميه تصوره للمرحله المقبله مع المزيد من انه بيحاول يقلل حجم الفرص المهدره، ولو كان مدير فني ما هواش بالحجم ده والكلاس ايه كان يقدر يقول لك زي بعض المدراء لما يقول لك انا شغلي بيبدا وينتهي عند تكوين الفرصه اما اضاعتها فلا اعرف عنها شيء، لكن الراجل بيتحمل مسؤوليته كامله مشاركه مع اللاعبين، وده اللي يخلي جمهور الاهلي مش حكايه بقى يطمن من عدم انت بتشجع النادي الاهلي، لكن يخليه متاكد ان القادم هيكون جمع النقاط المتبقيه لاسترداد الدرع، ومن ثم مباراه الاسماعيلي يعني بكل تاكيد بقى مش اعتقد هيكون الحاله مغايره تماما مع رفض كامل من مستر كولر مشكور عليه كمحترف في انه يرمي الدولاب بقى مش يرمي الشماعات وبس. معلش حاجه اسمها انت رايك ايه في الماتش في فيوتشر؟ رايي ان لعيبه الاهلي كان عندهم بعض نقاط في مرحله تكوين الهجمه، كان في شويه بطء الشكل العام شكل النادي الاهلي ولا اشياء اخرى؟ لا لا شكل النادي الاهلي، لا شكل النادي فنيا شكل النادي الاهلي ما فيهوش ما يزعج ليه؟ لانه بالزبط. اللي عندك معروف، ما ده اللي انا بقوله بس بلسان كولر عشان الناس تبقى اكثر طمانينه بحكم ان ده شغلنا فبيوصل لنا الفيدباك بتاع الراجل ان هو عارف شويه قللنا مساحه زمن انهاء الهجمه شويه ما كانش فيه تصويب صحيح، يعني عايز يقول مقدور عليها، عشان كده بقول لك هو رفض نقاش فكره الاجهاد وفكره كذا رغم قناعته بيها، لكن مفيش سبيل تاني وانت بتمثل النادي الاهلي، ودي من اجمل الحاجات اللي هو بيقولها غير انك انت تدرك انه اللي جاي لازم تعود لمستواك، مش بيقول لك تتحسن، بيقول لك يجب ان تعود لمستواك.